السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طالبات وطلاب الصف الأول المتوسط في مادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة الفصل الدراسي الثاني. نراجع اليوم بإذن الله ما تبقى من الأمن الوطني بالإضافة إلى وحدة الهوية الشخصية. في الحصة السابقة تمت مراجعة الجزء الأول من الوحدة السابعة بعنوان الأمن الوطني، واليوم بإذن الله نستكمل ما تبقى منها في الدرس الرابع عشر مؤسسات الأمن الوطني، وفي الدرس الخامس عشر المواطن والأمن الوطني، ثم سنراجع بإذن الله الوحدة الثامنة في الدرس السادس عشر الهوية الشخصية، والسابع عشر التنمية الذاتية، ثم الدرس الثامن عشر التفاعل الاجتماعي. أهداف مراجعة الأمن والمواطنة: التعرف على مؤسسات الأمن الوطني، إدراك أهمية أمن الدولة، استنتاج المقصود بالحس الأمني، دور الفرد في المحافظة على أمن الوطن. في البداية نقول المؤسسات ودورها في المحافظة على الأمن الوطني. ما المقصود بالمؤسسات؟ عندما نقول مؤسسات الدولة هي ماذا؟ هي الأجهزة التي تقوم بتحقيق الأمن الوطني في البلد. مثل ماذا؟ مثل وزارة الدفاع، مثل وزارة الحرس الوطني، بالإضافة إلى رئاسة أمن الدولة. بداية نقول وزارة الدفاع، ما هي مهامها؟ تقوم على إعداد القوات المسلحة وقيادتها للدفاع عن أمن المملكة والدفاع عن مصالحها وسيادتها وحمايتها من أي اعتداء خارجي، والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الوطني. نأتي الآن إلى الوزارة الثانية، وزارة الداخلية. ما هي مهامها؟ هي تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة جميع أنواع الجريمة والرذيلة والفساد، كذلك المحافظة على سلامة الحجاج وحمايتهم، أيضا متابعة شؤون حقوق المواطنين وحمايتها. يظهر لنا هنا مبنى وزارة الداخلية في مدينة الرياض. نأتي الآن إلى وزارة الحرس الوطني. من مهامها؟ الدفاع عن أراضي الوطن وحدوده، حماية المقدسات الإسلامية والمصالح الوطنية، المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي. رئاسة أمن الدولة. لماذا أمن الدولة؟ أمن الدولة هو أمن المواطن. يعد أمن الدولة أساس الأمن في المجتمع، لأنه إذا اختل أمن البلاد الداخلي بسبب الإرهاب أو الجريمة أو الاعتداء أو التحريض الخارجي، فإن مؤسسات الدولة تتوقف عن أداء عملها ويتأثر المواطن بسبب تلك الحالات الأمنية. إذا نستنتج ماذا؟ نستنتج أن أمن الدولة جدا هام. هل لك دور في حفظ أمن الدولة؟ نقول يحاول الأعداء الذين يستهدفون أمن الوطن الوصول إلى معلومات مهمة عن وطننا، ويقع بعض المواطنين للأسف الشديد نقول عنهم غير المدركين لأهداف الأعداء الخبيثة، يقعون في خطأ فادح، وذلك بتزويدهم بتلك المعلومات. يعني لو نقول المواطن غير مدرك أو بقصد يعني نية طيبة يقدم معلومات لشخص غريب أو شخص خبيث يحمل العداء ضد دولتنا. وحذرتكم سابقا أعزائي الطلاب بالحذر من برامج وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تسريب أي معلومة تخص الوطن، مثل أسرار الدولة التي سمعها المواطن أو اطلع عليها، وثائق الدولة الرسمية، معلومات عسكرية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ممكن معلومات شخصية، مرئيات معينة تجاه قضايا أو أشخاص، حتى القضايا الاجتماعية والأشخاص أو رموز معينة في الدولة يجب أن لا نخرج أي معلومة ونقدمها لأي شخص قد يكون ماذا؟ عدو خبيث يكيد لوطننا. لذلك يجب الحذر في المحافظة على معلومات الوطن.
تقويم الدرس الرابع عشر، ما أبرز الجرائم المعلوماتية المهددة للأمن الوطني؟ تعرفنا عليها سابقا، ما هي؟ مثل ماذا جرائم معلوماتية؟ أحسنتم، مثل البرمجيات الخبيثة بالإضافة إلى محاولات الاختراق والدخول والتعديل غير المصرح به. ما دور وزارة الحرس الوطني؟ أحسنتم، نقول الدفاع عن أراضي الوطن وحدوده، حماية المقدسات الإسلامية والمصالح الوطنية. ما أبرز الأخطار على أمننا الوطني؟ أبرز الأخطار مثل ماذا؟ أحسنتم، التهديدات الخارجية، التطرف والإرهاب. إلى ماذا يؤدي التطرف في الدين؟ يؤدي إلى الخروج عن الوسطية والاعتدال، ومن ثم نشر الفكر الضال وزعزعة الأمن، وقد يصل إلى مراحل جدا خطيرة كالإرهاب. وتكلمنا عن الإرهاب، هو أي فعل يقوم بترويع الناس أو يشكل خطر على حياتهم. سؤال رقم 5، حدد 3 قطاعات لوزارة الداخلية و3 قطاعات لرئاسة أمن الدولة. وزارة الداخلية مثل الأمن العام وحرس الحدود والدفاع المدني. طيب، بالنسبة لرئاسة أمن الدولة مثل ماذا؟ المديرية العامة للمباحث، قوات الطوارئ الخاصة، قوات الأمن الخاصة. إذن هذا بالنسبة إلى أهم القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، وزارة رئاسة أمن الدولة. نأتي الآن إلى المواطنة والأمن الوطني. ما المقصود بالمواطنة؟ هي ماذا؟ هي حب الوطن والولاء له. من أسس الأمن الوطني المواطنة، التي تساعد على تحقيق ماذا؟ الأمن الذاتي والاستجابة لمتطلبات تحقيق الأمن الشامل. ما هو الأمن الذاتي؟ هو اتخاذ المواطن الإجراءات التي تؤدي إلى حماية نفسه وأسرته. إذا نقول الأمن الذاتي حماية ماذا؟ نفسك وأسرتك، مثل أخذ الحيطة والحذر من المتطرفين أو الإرهابيين، وكذلك تربية الأبناء ومتابعتهم والتحقق من سلامتهم. من ماذا؟ من الانحراف. ومن أبرز جوانب الأمن الذاتي التزام مبادئ الدين وأنظمة الدولة وإجراءاتها. كذلك نحذر من ماذا؟ من أنه ممكن أي شخص يؤثر على الأمن الفكري. ما الحس الأمني؟ دائما نسمع عن الحس الأمني، ما المقصود به؟ هو الشعور بالخطر قبل وقوعه، والتعرف على الأشياء التي تضر الأمن، وإدراكها وتمييزها وإبلاغ الجهات الأمنية عنها. إذن واجبنا نحن كمواطنين أن نبلغ الجهات الأمنية عن أي شيء نشك فيه أو نشعر بالخطر منه. الحس الأمني يكون عند الناس الواعية، الناس المدركة، سريعة البديهة، الذكية، التي تتميز بقوة وطنيتها وحبها وولائها للوطن. ما واجبات المواطن لتحقيق الأمن الوطني؟ واجباتك أنت أيها الطالب، أيتها الطالبة. نقول طاعة ولي الأمر وهو الملك وولي عهده، وطاعة من يوليه مسؤولية خدمة المواطنين. تجنب من يروج للأفكار المتطرفة والغلو، وتكفير الآخرين والتشجيع على الإرهاب والإبلاغ عنهم. التزام القيم والعادات في اللبس والمأكل والمشرب والتعامل مع الآخرين. إذن يجب علينا أن نلتزم بماذا؟ بالقيم والعادات الاجتماعية وعدم مخالفتها. تجنب الاستماع للشائعات ضد الوطن أو التستر على الخائنين. قلنا سابقا أن الشائعات تشكل خطر كبير على أمن الدولة، لذا يجب تجنب نشرها أو الاستماع إليها. كذلك تقدير رجال الأمن لأنهم يستحقون التقدير والاحترام.
بما يبذلونه من جهود في حماية الوطن، تجنب العنصرية والقبلية والإقليمية لأنها مضرة بالوحدة الوطنية. إذا نتفق أعزائي الطلاب والطالبات أن نكون ضد القبلية بالإضافة إلى المناطقية، جميعنا بلد واحد، لا أحد يختلف عن الثاني أو يتميز عن الثاني، يجب تجنب العنصرية ونساهم بذلك بماذا؟ بوحدة الوطن. تقويم الدرس 15، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. فقرأ ألف: الأمن الذاتي هو تحقيق الفرد أمنه والتفاعل مع المجتمع ومؤسسات الدولة، ما رأيك بالعبارة؟ أحسنتم، صحيحة. من واجبات المواطن لتحقيق الأمن الاستماع للشائعات، ما رأيك؟ طبعا لا، تجنب ذلك. الحس الأمني هو الشعور بالخطر قبل وقوعه، أحسنتم، صح. من سلوك الأمن الذاتي ترك نوافذ السيارة مفتوحة عند مغادرتها، هل هذا سلوك ينتمي للأمن الذاتي؟ تأكيد لا. استنتج علاقة الأمن الوطني بالاستقرار. ما علاقة الأمن بالاستقرار؟ نقول عندما يوجد الأمن الوطني في البلد يوجد الاستقرار. في الأساس يعرف الأمن الوطني بأنه الخطط والإجراءات والأعمال التي تتخذها الدولة لتحقيق ماذا؟ أحسنتم، لتحقيق الاستقرار، سواء كان استقرار سياسي، اقتصادي، اجتماعي. كيف يحقق الحس الأمني حماية المجتمع في رأيك؟ كيف؟ أحسنت، عندما يكون كل مواطن صاحب حس أمني مرتفع فإن ذلك يسهم في حماية الوطن من خلال الشعور بالخطر قبل وقوعه والتعرف على الأشياء التي تضر بالأمن وإدراكها وتميزها وإبلاغ الجهات الأمنية عنها. إذن كن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، شخصية ومواطنة صالحة ومواطن صالح، يكون عندكم الحس الأمني جدا مرتفع. اختار الإجابة الصحيحة من ركائز الأمن الوطني ماذا؟ أحسنتم، الهوية. من مهام هيئة الأمن السيبراني، ما هي مهام هيئة الأمن السيبراني؟ أحسنتم، حماية البيانات الشخصية. تسهم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة ماذا؟ ابتزاز أم فساد أم أمراض؟ بالتأكيد الابتزاز، أحسنتم. ننتقل الآن إلى الوحدة الثامنة، الهوية الشخصية. أهداف وحدة اليوم: المقصود التعرف على المقصود بالهوية الشخصية وعناصرها، التنمية الذاتية وأنواعها، جوانب التفاعل الاجتماعي وأهميته. في البداية نقول ما المقصود بالهوية. الهوية هي ما يميز الشخص عن غيره وإحساسه أنه يعرف من هو وماذا يرغب. إذن هذا بالنسبة إلى تعريف ماذا؟ الهوية. عناصرها: الصفات والسمات، الدين والمعتقدات، الدوافع والرغبات، القدرات والمهارات، تاريخ شخصية الفرد، الشكل الخارجي، بالإضافة إلى الوعي والإدراك. من عناصر الهوية نقول أن كل شخص يختلف عن الآخر، كل شخص له هويته الخاصة به والتي تميزه. نأتي الآن ونتعرف على أنواع الشخصية. في البداية نقول الهوية الشخصية الرسمية، وهي ماذا أعزائي الطلاب؟ هي اسم الشخص ولقبه، وبهذا يمكن التمييز بين الأشخاص. ومع التطور أصبح التفريق بين الناس باستخدام ماذا؟ تقنيات جديدة، مثل بصمة الإصبع، مثل الحمض النووي، مثل قرنية العين. ومن أجل الأشخاص تصدر الحكومات ماذا؟ ننظر إلى الصورة، هويات مواطنيها تحوي اسم الفرد بالإضافة إلى تاريخ ميلاده ورقما تسلسليا خاصا به.
إذا نقول بطاقة الهوية الشخصية تميز ماذا؟ الأشخاص. الهوية الذاتية، تقسم هوية الناس الذاتية إلى ثلاثة أنواع. إذا قلنا الهوية الشخصية الرسمية هي التي تختص بماذا؟ باسمك ولقبك، بالإضافة إلى أمور ممكن أن نتوصل إلى شخصيتك وتفريق بين الناس. مثل ماذا الهوية الشخصية؟ الآن الهوية الذاتية، يعني تتحكم فيها هذه الهوية، وتقسم إلى ثلاث أقسام: الهوية المتحققة، الهوية غير المكتملة، والهوية المشتتة. نتعرف عليها. الهوية المتحققة صاحبها بإذن الله أنتم جميعكم منها. صاحبها تكون رؤيته واضحة عن الهوية والأهداف والقيم والمبادئ التي يحملها، وتميزه داخل المجتمع. بماذا يتميز صاحب الهوية المتحققة؟ انظر إلى اكتشاف قوي، اكتشاف قوي لذاته، معرفة ذاته، معرفة نقاط القوة لديه واستغلالها، بالإضافة إلى ماذا؟ معرفة نقاط الضعف في شخصيته، ثم ماذا؟ العمل على تعديلها، بالإضافة إلى الالتزام القوي بالواجبات، بالإضافة إلى المبادئ والقيم. هنا بالنسبة إلى الالتزام، يؤدي العبادة بإخلاص، هذا بالنسبة إلى صفاته، يؤدي العبادة بإخلاص ومن نفسه. جنسيته السعودية، يعتز ويفخر بها، إذن شخص الوطنية عنده مرتفعة جدا، ينتمي لوطنه ويحب قيادته، يحمل أفكارا مبدعة وقيما ذاتية يحاول تطويرها كل حين. شخص يتميز بماذا؟ يحب يطور ذاته، يتعلم تعليم ذاتي، يحب لديه أفكار مبدعة مفيد جدا لوطنه. إذن هذه الشخصية شخصية متميزة في الوطن. طيب الآن ننتقل إلى الهوية الغير مكتملة، صاحبها يسلك منحى سلبيا في استكشاف ذاته، فهويته مكتسبة من وسطه الأسري. إذن شخصية ماذا؟ تتأثر بغيرها ومجتمعه المحيط به، وهو ملتزم بهذه الهوية المكتسبة، شخصيته ماذا؟ مكتسبة. صفاتها كيف؟ اكتشاف ضعيف لذاته، لا يعرف ذاته، لا يعرف نقاط الضعف لديه، نقاط القوة، لا يفهم شخصيته، بالإضافة إلى التزامه قوي بماذا؟ بما طبعا يقال له أو أحد ينصحه بأمر، يلتزم التزام قوي. مثل ماذا حتى تكون واضحة؟ لا يؤدي العبادة بإخلاص، وإذا أداها يكون ماذا؟ يكون أسرته وراءه أو تقليدا لأسرته. يعيش في وطنه ولا يبادر بإظهار انتمائه، هو ينتمي للوطن ولكن لا يبادر بإظهار هذا الانتماء، يذهب إلى المدرسة تقليد فقط، تقليد لإخوته وأصدقائه، يعني ليس لديه طموح، ليس لديه حب للتعلم وأهداف وتخطيط للمستقبل، ليس لديه رغبة في تطوير ذاته، يعني عكس ماذا؟ الهوية المتحققة. الهوية المشتتة، بإذن الله لا يكون منكم أحدا من أصحاب هذه الهوية. صاحبها لا يبالي باكتشاف ذاته، وليست له أهداف محددة، وسلوكه في الحياة سلبي. إذن صاحب هذه الشخصية شخصية ماذا؟ سلبية. اكتشاف لنفسه ضعيف، بالإضافة إلى التزام ضعيف، ضعيف في أداء العبادات، يعيش في وطنه بلا هدف، يذهب إلى المدرسة مجبرا على ذلك، إذا لا يحب التعليم وليس له أهداف ولا طموحات ولا أحلام يريد تحقيقها، ليس له رأي محدد في كثير من جوانب الحياة المهمة. إذا نقول ماذا؟ شخصية ماذا؟ جدا سلبية. برأيك ماذا سيحدث لو كان الناس على شكل واحد وصفات واحدة؟ لن يكون هناك ما يميز هوية أي فرد، لن يكون هناك اختلافات وتميز بالشكل وبالصفات. فخلق الله اختلاف مظاهرنا وأشكالنا لحكمة،
ما هي هذه الحكمة؟ هي تحديد الهوية الشخصية لكل فرد، أي أن كل فرد يتميز عن الآخر، إذن هي نعمة كبيرة. ما هي عناصر الهوية الشخصية؟ تعرفنا على الهوية الشخصية وتعرفنا على أنواعها، الآن عناصرها. مثل ماذا؟ مثل المهنة، المهنة أحيانا تميز الشخص. الدين والقيم، المظهر العام، هناك من يهتم بمظهره العام. أيضا اللباس والأكل الصحي، اللباس المحتشم الأنيق. القدرات وتنمية هذه القدرات، الهوايات واستغلالها بما يفيد. الثقافة والبحث عن التعلم الذاتي، بالإضافة إلى الأسرة وتأثيرها على الهوية. الأسرة لها دور كبير على فكرة في التأثير على الهوية. إذن هذه العناصر تشكل ماذا؟ تشكل هوية الشخص. تقويم الدرس السادس عشر، اختار الأجابة الصحيحة. الهوية هي توافق الشخصية، ما يميز الشخص عن غيره، شكل المدرسة الخارجي، طبعا هو ما يميز الشخص عن غيره. عناصر الهوية هي ماذا؟ الوعي والإدراك، بالإضافة إلى الأكل والشرب. اختلاف أشكالنا نعمة من نعم الله. الهوية المتحققة هي رؤية واضحة عن الهوية والأهداف. بالنسبة لعناصر الهوية الشخصية مثل المبادئ والشكل الخارجي كما تعرفنا عليها قبل قليل. ما علاقة تحقيق الهوية الشخصية بازدهار المجتمع؟ عندما يتميز الفرد بشخصية تحمل رؤية وأهداف وقيم ومبادئ، منتميا لوطنه ويحب قيادته، يحمل أفكار مبدعة تفيد مجتمعه وتساهم في نموه، فهو بذلك يساهم في ازدهار المجتمع لأنه مواطن صالح مبدع. إذن من هذا يتضح ماذا؟ أن هناك علاقة بين تحقيق الهوية الشخصية وازدهار المجتمع. نأتي الآن إلى الدرس السابع عشر، التنمية الذاتية. إذن نتكلم نحن الآن في الوحدة الأخيرة عن ماذا تطوير الذات وكيف تطور شخصيتك. ما هي التنمية الذاتية؟ من اسمها تنمية تطوير، ذاتية تخصك شخصيا. هي الجهود التي يبذلها الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل تطوير المهارات، القدرات، المواهب، بالتفكير والإبداع، وصولا إلى تحقيق الشخصية الناجحة. إذن الشخصية الناجحة هي التي تقوم بماذا؟ بالعمل على تنمية ذاتها وتطويرها. ما هي أساليب التنمية الذاتية؟ مثل ماذا؟ أن أكون مسؤولا في قولي وفعلي وتحمل مسؤولية ذلك. أن أكون طموحا، لدي رغبة شديدة في ماذا؟ في التغيير نحو الأفضل. أن أكون إيجابيا متعاونا مع غيري، متفائلا، أحب الخير وأحب التغيير، بالإضافة وأبتعد عن ماذا؟ عن السلبية. أن أحرص على التعلم لكي تطور ذاتك، أحرص على التعلم وبالتحديد التعلم الذاتي، القراءة، بالإضافة إلى النظر إلى مقاطع فيديو تتميز يعني أو تنصح بتطوير الذات، بالإضافة إلى استفادة من الخبراء. أن أختار الأصدقاء بعناية، دائما الأصدقاء يؤثرون على الشخص، لذلك أختار أشخاص وأصدقاء ناجحون إيجابيون. أن أنمي قدراتي ومهاراتي، اعمل على ماذا؟ على تنمية قدراتك ومعلوماتك ومعارفك، بالإضافة إلى تنمية مهاراتك الفنية، عن طريق ماذا؟ عن طريق التدريب. أن أحرص على تخطيط أعمالي، الشخص الناجح هو الذي يخطط، دائما خطط للمستقبل، ضع لك أهداف وقم بماذا؟ بالعمل على تحقيق هذه الأهداف، ارسم لمستقبلك من الآن. عدة فوائد التنمية الذاتية. التنمية الذاتية لها فوائد كثيرة. ما هي؟ مثل ماذا فوائدها؟ مثل ترسيخ الثقة بالنفس، كذلك زيادة القدرات في تحمل المسؤولية،
سواء مسؤولية ذاتية أو مسؤولية اجتماعية، كذلك المسؤولية الوطنية يدخل فيها. أيضا تحقيق الأهداف والطموحات، التنمية الذاتية تجعلنا ماذا أو تساعدنا على ماذا؟ تحقيق أهدافنا وطموحاتنا. التنمية الذاتية تحولك إلى شخص واعي حريص على ماذا مستقبلك. التغلب على المشكلات والصعوبات، أنت أصبحت شخص واعي، عندك اتساع في المدارك، عندك خبرات، عندك تجارب متعددة، سوف بإذن الله تتغلب على التحديات والمشكلات التي تواجهك. تقويم الدرس 17، اختار الإجابة الصحيحة. تنمية الذات هي التطوير والتحسين، ترك المبالاة السلبية وفقدان النشاط. نقول ماذا؟ بالتأكيد التطوير والتحسين. فقرة من فوائد التنمية الذاتية هي ماذا؟ تجاوز المشكلات، فقدان تحمل المسؤولية السلبية مع الآخرين، بالتأكيد تجاوز المشكلات والصعوبات. فقرة جيم، الاعتماد على الآخرين في إنجاز أعمالك، تنمية ذاتية، تنمية غير ذاتية، عمل سلبي. طبعا نقول عمل سلبي اعتمادك على الآخرين. الدرس 18، التفاعل الاجتماعي. ما المقصود بالتفاعل الاجتماعي؟ من اسمه تفاعل، يقصد به التواصل والتفاهم والعلاقة المتبادلة بين الأفراد. إذا نقول تواصل، تفاهم وعلاقة متبادلة بين أفراد المجتمع، وفق ماذا؟ وفق الحاجات والرغبات والأهداف التي يحكمها الدين والقيم والعادات والأنظمة. إذا عندما تكون أنت شخص متفاعل مع المجتمع فأنت شخص إيجابي، لا تتقوقع على ذاتك أو تكون انطوائي، كن شخص منطلق متفاعل مع الغير. يكون التفاعل الاجتماعي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. ما هي فوائد التفاعل الاجتماعي وأهميته؟ يسهم في تطور سلوك الإنسان وشخصيته. عندما تكون شخص اجتماعي ذلك ماذا؟ ينعكس على تطور سلوكك وشخصيتك. يساعد على اندماج الفرد داخل المجتمع ويكون فاعلا. يساعد الفرد على التعلم من الآخرين. عندما تكون منطوي لن تتعلم، عندما تكون اجتماعيا ستتعلم من خبرات الآخرين، وخاصة من هم أكثر منك علما. يجعل أيضا التفاعل الاجتماعي الفرد يكتشف قدراته ومهاراته. دائما عندما نكون مع الأصدقاء أو الأقران، طبعا الأقران هم الذين نكون معهم بنفس سننا في العمل أو في المدرسة أو غيره، نكتشف قدراتنا ومهاراتنا، نقارن بين سلوكياتنا وقدراتنا ومع الغير، ونحسن من ماذا؟ من أنفسنا. إذا وجدنا نقاط ضعف لدينا يجب أن نعمل على ماذا؟ على تحسينها. بالنسبة لتقويم الوحدة 8، وحدة الهوية الشخصية، اختار الخيار الصحيح. الأقران هم الآباء والأمهات كبار السن أم من هم في المستوى نفسه؟ أحسنتم. الإيجابية في التفاعل الاجتماعي هي ماذا؟ صعوبة التطور أم الشعور بالقدرة على الإصلاح أم الشعور بالقدرة على الإنجاز؟ أحسنتم. اختلاف أشكالنا ومظاهرنا وصفاتنا نعمة من الله، عائق من عوائق التطور، عائق من عوائق الاقتصاد، ما رأيك؟ أحسنتم، نعمة من نعم الله. علل، الثقة بالنفس تحقق التنمية الذاتية. عندما تكون أنت واثقا من نفسك هل يساعدك ذلك في تنمية ذاتك؟ نقول الثقة بالنفس تساعدنا على البذل والجهد والتواصل مع الآخرين لاكتساب الخبرة. الشخص الغير واثق من نفسه كما هو معروف دائما منطوي على ذاته، لا يريد الاختلاط بالآخرين، وهذا يؤثر على ماذا؟ تنميته لذاته. الثقة بالنفس تجعل منا أشخاص نتحمل المسؤولية ونتجه لتنمية ذواتنا وتطويرنا. الشخص الواثق من نفسه دائما يبادر ويساهم ويكون شخص مسؤول،
ومن ثم يقوم بماذا؟ بتحقيق التنمية الذاتية. فقرة باء، التواصل مع الأقران مفيد جدا. هل التواصل مع الأقران مفيد؟ أحسنتم، نقول مفيد في التفاعل الاجتماعي والتعلم منهم وتطور السلوك والشخصية واكتشاف القدرات والمهارات. كذلك ممكن أن تسأل أصدقائك أو أقرانك عن ما هي بعض نقول السلبيات في شخصيتك، ثم ماذا؟ لأنه قد يكون خاصة الصديق الصدوق قد يكون مرآة صادقة لديك، فخذ منه بعض الأشياء وقم بتحسينها في شخصيتك. التعلم المستمر يحقق التنمية الذاتية. ما رأيك بالعبارة؟ علل ذلك. يكسب الشخص المعارف عندما أنت تحرص على التعلم المستمر. هذا يكسبك ماذا؟ يكسبك معارف ومعلومات ومهارات، يوسع من مداركك، يطور من شخصيتك، خاصة عندما يكون التعليم مستمرا. عندما تتعلم بشكل مستمر لا تقف إلى بعمر محدد أو في مرحلة معينة، لا، لابد أنك تطور من شخصيتك وتستمر في التعلم الذاتي حتى تواكب التغيرات. صل بين مجموعة ألف والمجموعة باء. الهوية الشخصية هي ماذا؟ هي مجتمع قوي، تفاعل اجتماعي، تنمية ذاتية، أم قدرات ومبادئ ورغبات؟ أحسنتم. الطموح من عوامل تحقيق ماذا؟ أحسنتم، التنمية الذاتية. الصداقة نوع من أنواع ماذا؟ عندما يكون لك أصدقاء تكون ماذا؟ أحسنتم، التفاعل الاجتماعي. تنوع الشخصية والقدرات يؤدي إلى مجتمع قوي ومزدهر. إذن هذا ما يخص تقويم الوحدة الثامنة، الهوية الشخصية. أعزائي، انتهت مراجعة المنهج ولله الحمد. نشكركم على الحرص والمتابعة، وكل عام وأنتم بخير.